خريجون على جرف البطالة وآخرون في مستنقعها يتظاهرون بلا كلل ولا ملل للمطالبة بحقوقهم المسلوبة في ظل فساد مستشر منذ 19 عاماً متواصلة، وسط تقديرات تشير إلى أن عددهم تجاوز المليون وجميعهم يبحثون عن وظائف سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي. لطالما طالب الخريجون في تظاهراتهم بفرص عمل اعتمادا على الكفاءة ووقف المحاصصة الحزبية في تقاسم الوظائف، وهذا ما عززته تظاهراتهم المستمرة منذ أعوام والتي كانت بمثابة الشرارة التي مهدت لثورة تشرين بعد الاعتداء على حملة الشهادات العليا في حينها. مطالب لم تتحقق إلى الآن في ظل تضخم أعداد الموظفين الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في البلاد من جراء حملات التعيين الضخمة التي أقدمت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة دون دراسة منهجية واضحة لتوزيع الموظفين أو طريقة الاستفادة منهم. أحزاب متنفذة وفصائل مسلحة وسياسيون يسيطرون على فرص العمل والتعيينات في الدولة بعد أن شملتها سياسة المحسوبية والمحاصصة المقيتة، ليستبدل مفهوم تعيين التكنوقراط بمفهوم تعيين كوادر الأحزاب، حتى في أوقات إعلان الحكومات عدم وجود درجات وظيفية كافية في استغفال واضح لحقوق العراقيين، ليصل الحال إلى مساومة الباحثين عن فرصة عمل على دفع مبالغ ضخمة لتتحول الوظيفة لسلعة تتاجر بها الأحزاب بعد أن تاجرت بالوطن وأبنائه وسرقت مقدراتهم. الآن مع الخريجين من قبل القوة الموجودة، إذن هي أزمة تتصاعد في ظل حكومات أهملت قطاع الصناعة فضلاً عن غيره من القطاعات لتنذر بثورة جديدة تنهي حقبة الحكم الفاسدة وتعيد الأمل للعراقيين.